النهاردة ألبوم الصور كلها ذكريات حلوة. هنبدأ بأحلى صورة لمنى وملك بيقولوا لكم كل سنة وانتوا طيبين. وهنا طارق تعيمة متصور سيلفي مع ابنه أدهم، ربنا يجعله قرة عين ليك يا أبو أدهم. وأمنية حط صورة الدفعة مع دكتورة نشوى المغربي من أجمل دكاترة كلية البنات جامعة عين شمس. جنة مروان متصورة مع أولادها الجمال في رمضان. أما منار هاشم فده سيلفي من سنة كانوا بيودعوا مدرستهم في أول يوم رمضان. وياسمين زيدان فدي مش مجرد صورة، دي بترجع ليها لما تسافر وبتشعر بسعادة رهيبة لما بتشوف أصدقائها في الصورة السيلفي. مها محمد بتسجل يوم جميل في شريط ذكرياتهم مع أخواتها وأولادهم. وهنا منار أيمن وسط زميلتها قبل امتحان العمل، ربنا معاكم يا أحلى بنات. هبة عبده بتنعي والدها أول رمضان من غيره، ورسالة من القلب للقلب، شكراً لكل حاجة حلوة عملتها لنا يا بابا. أما معتصم علاء فخد سيلفي على السريع كده مع صديقه بعد الامتحان على طول. ونرمين هنا حطت صورة معلمها مستر علي غانم مدرس علم النفس والفلسفة، قالت علمني أحب المادة وأعرف أذاكر ومثال للإحترام والشرف. الحقيقة بقى مش أنت بس يا نرمين اللي بتشكريه، كلنا بنشكره على إتقانه للعمل. وده أحلى سيلفي أخده هشام السنة اللي فاتت هو وأصحابه وحبايبه مع ابن عمه وهم بيجهزوا مائدة الفطار. وأخيراً محمود خليفة مع أجدع صحاب في آخر يوم امتحانات دبلومة دراسات عليا في جامعة أسوان. طب سلم لنا على أهلنا وحبايبنا في أسوان وقولوا لهم في انتظار سيلفي جديد بكرة إن شاء الله.